أعزائي المشاهدين، ونلتقي مع الفنان خالد محروس من خلال المهرجان الدولي السينمائي بالإسكندرية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. النهاردة وإحنا في منبع الفن السينمائي في الإسكندرية وتكريم الفنانين الإسكندريين، تحب توجه رسالة إيه لكل فنان إسكندرية أو فنانين إسكندرية السينمائيين؟ تحب تقول لهم إيه؟ والله أنا مش عارف أوجه لهم حاجة، لأنهم عندهم كل حاجة، عندهم الموهبة وعندهم القدرة وعندهم كل حاجة. بس طبعا أختي وصديقتي الفنانة غادة أجدع اسكندرانية. طب أنا سعيد أن نعمل لقاء مع اتنين قامات كبيرة جدا، يعني فنانين سينمائيين على مستوى لا أهلا بيك يا فنان. والله ده مش أخ وصديق وعزيز وعشرة عمر وأجدع الناس اللي ممكن تتعامل معاه، ونقاء القلب وخدوم وجميل ودمه سكر وممثل جامد قوي على فكرة. في اليوم الجميل ده تحبوا توجهوا كلمة لفنانين اسكندرية السينمائيين، تحبوا تتمنوا إيه لإسكندرية؟ لا أنا أحلى حاجة حصلت إن هم من النهاردة، يعني من الدورة دي، عملوا خلاص كل سنة تقليد لتكريم نجوم ونجوم ومبدعي الإسكندرية، فده بجد أنا السنة الجاية متكرمة بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. كوني معانا، حب يتوجه بقى الكلمة. والله أنا بقول لك، أنا بوجه كلمة للقائمين على المهرجان، أنا بحييهم على يعني الحدث الجديد اللي هم عملوه السنة دي، وبشكرهم جدا على ان هم طبطبوا عليا انا بشكل شخصي ويعني واستدعوني للتكريم. انا بشكرهم جدا، وبشكر بالاخص الاستاذ محمد السماحي المخرج الكبير طبعا، استاذ امير اباظه طبعا، واسكندريه ولاده وعمرها ما هتنضب، يعني ده بحر، بحر فن. يعني طبعا طبعا، ودي حقيقه، يعني اسال بيرم التونسي وهو يقول لك. اكيد بنتمنى لك دايما التوفيق، والسنه الجايه يكون المهرجان احسن واجمل ويزيد مبدعين الاسكندريه وفنانين اسكندريه اكتر من كده. كل الشكر والتقدير ليك. تحياتي لحضرتك وتحياتي للقناه الجميله المحترمه. الناس لها بخت كامل، وانا ليا ربع بخت ومال، والبين عمل لي جمل، انظر عمل جمال، رمى حموله وشيلني تجيل الأحمال. أنا بلك يا بيه، أنا بلك يا بيه، هو الحمل التجيل انشال. قال لي يا جدع بطل بعبع وامشي، إن كان زمانك كده مش يعمل الجمال. أعزائي المشاهدين، ونلتقي مع قيمة وقامة فنية في الإسكندرية له بصمات واضحة في العمل الفني، نلتقي مع الفنان إبراهيم الملاح. أهلا بك. أهلا بك أستاذ محمود. البصمات دي كانت أنت صانعها، انت اصلا كنت بتقود سفينة الثقافة في اسكندرية، واحنا كنا احد الموجودين في هذه السفينة، فاوعى تعود الفضل لحد غيرك، الفضل لله وليك ان احنا النهاردة بنتكرم لان ظهرنا من خلالكم. الله يكرمك. بس طبعا العمل الفني يعود لاهله، انت قيمة وقامة فنية فعلا عصرتها في اوقات ما كنت موجود مع الثقافة، في اصول الثقافة كلها لم اشهد فنان مبدع بصوت ملائكي، بصوت جميل جدا يمس القلب من جوه. الفنان ابراهيم الملاح فعلا فنان بمعنى الكلمه. حضرتك انا فرحت النهارده ان انا بغني وانا عندي 40 سنه، يعني فرحت جدا، يعني النهارده عندي 40 سنه وبغني حاجه جامده قوي. الفنان فنان لحد اخر لحظه في يومه ان شاء الله، وربنا يديك طول العمر. الفنان ابراهيم الملاح ماذا يوصل رسالة لكل فنان اسكندرية، وماذا يقول لهم في هذا اليوم الجميل؟ استمر على ما انت فيه، اوعى تبص لفوق لا تقع، خليك في مكانك. يعني انا النهاردة بافصح عن حاجة محدش كان عارفها غير علي الجندي، لو مش كانش قاعد ما كنتش قلتها، ان احنا من 54 سنة وقفنا على دار الاوبرا المصرية، المطرب الوحيد في الشرق المصري العربي اللي غنى على اوركسترا قوامه 70 موسيقي انا، واللي اخرج الاستعراضات علي الجندي. حيرزق على انهي اوبرا اللي اتحرقت وفيها ديكوراتنا؟
ما كناش بنقول الكلام ده قبل كده ومحدش بصلنا، وكنا مستمرين بنروح نغني ونمثل ونعمل في قاع المجتمع وفي أعلى قمة في المجتمع، متواصلين مع جمهورنا، جمهورنا اللي جابنا هنا. استمروا يرحمكم الله، وده اللي بيخلينا نقول تحيا مصر وتحيا رجالها وتعيش الإيد الشغالة. مصريين بيشقوا قنالها بالهمة سواعد رجالة. يا راجل جيبها عشان أغنيها. سلام عليكم محمود بيه. سلام عليكم. احنا شرفنا بيك يا فنان. ربنا يخليك محمود. ودايما ان شاء الله نشوفك في كل الأعمال الفنية الرائعة. لا بس والسنة احنا اللي جاية عايزين الكلام ده مع غدوة حلوة في قعدة حلوة. ان شاء الله. اوعى توقع. ان شاء الله. طيب حاضر. أعزائي المشاهدين ونعاود اللقاء مع الفنان عمر محمود. أهلا بك يا فنان. أهلا بحضرتك وأنا سعيد بلقائي بحضرتك النهاردة. والحقيقة النهاردة تكريم طبعا في مهرجان اسكندرية السينمائي كان بالنسبة لي مفاجأة، بس مفاجأة طبعا جميلة بتديني يعني إحساس إن تعبي ما راحش. 35 سنة فن، 35 سنة غنى وطرب إذاعة وتلفزيون وتأسيس أوبرا وتأسيس تلفزيون اسكندرية. أول مطرب يظهر على شاشة تلفزيون اسكندرية سنة 1990 كنت لسه شباب خالص. أول مطرب يتعمل له كليب في التلفزيون، شاركت في مسلسلات ومسلسلات تلفزيونية وإذاعية. هو ده اللي بنقول بقى، اسكندرية دايما ولادة حقيقي. الفنان الفن فيها ما بينضبش أبدا ولا بيجف، دايما على طول متجددة. اسكندرية ملهمة حضرتك، ويعني الإسكندرانية كلهم عندهم اللمسة الفنية دي تلاقيها دايما جواهم. احنا أساسنا صيادين، أساسنا في البحر طبعا. الجو والتاريخ العظيم لإسكندرية كله ده طبعا بيأثر فينا. يعني احنا النهاردة في المهرجان شايفين باقة كبيرة جدا من فنانين إسكندرية السينمائيين والمبدعين، واللي كان فيهم بصمة، لهم بصمة فعلا في الحياة الفنية. احنا النهاردة بنشكرك وبنبارك لك على هذا التكريم، وبنقول السنة اللي جاية ان شاء الله يكون المهرجان احسن واكبر ومشارك فيه نجوم كتير جدا. على ما اعتقد اللفتة اللي اتعملت النهاردة دي، زي ما حضرتك شايف النهاردة تجمع كبير جدا كان في المؤتمر او في الندوة دي، ان شاء الله ده هيدي دفعة كبيرة جدا ان السنة الجاية هيبقى فيه تطور ولمسات احلى واحلى ان شاء الله. شكرا جزيلا لك والف الف مبروك. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين والان لقائنا مع فنان كبير جدا، فنان مبدع قوي، فنان احنا عمرنا ما بننسى بصماته الفنية على مستوى الاسكندرية كلها، الفنان محمد مرسي. اهلا بيك. اهلا بيك وكل سنة وانتم طيبين، ومهرجان اسكندرية دايما منور اسكندرية. مهرجان اسكندرية السينمائي الدولي دورته الـ40، انت شايف هذه الدورة ازاي؟ اولا ده مهرجان اسكندرية السينمائي، انه يوصل للدورة الـ40 ده معناه انه مهرجان من اقوى المهرجانات في العالم. من الصعب انك تشوف مهرجان على مستوى العالم كله واصل للارقام دي، الـ40 والـ30 والـ50. ده دليل على ان الناس القايمة عليه بتشتغل بجهد كبير جدا جدا للحفاظ عليه. كل سنة في حاجات جديدة بتحصل، مسابقات جديدة بتضاف، افكار سواء في التكريمات او الاحتفاليات بتضاف. مهرجان اسكندرية السينمائي هو مهرجان بقدر محافظة اسكندرية. تحب ان انت توجه رسالة للفنانين اسكندرية المبدعين السينمائيين، تقول لهم ايه؟ اقول لهم ان ده مهرجاننا، مهرجان اسكندرية السينمائي هو مهرجان يخص اسكندرية ويخص مصر بشكل عام. انا شخصيا مش بحب التصنيفات دي، يعني مش مع فكرة انت اسكندراني وانت من منصورة وانت. بالعكس طبعا، وفي الاخر احنا كلنا تحت مظلة اسمها مصر، مصر العريقة، مصر العظيمة يعني. فاحنا كاسكندريين وكفنانين ندعم اي عمل فني او اي مهرجان يحدث في اي شيء في مصر، في اي منطقة في مصر. وسيظل العمل السينمائي مبدع وجميل. شكرا لك يا فنان.
أعزائي المشاهدين، ومن خلال مهرجان الإسكندرية الدولي السينمائي في دورته الأربعين بنلتقي مع قيمة وقامة فنية، الفنانة عرفة عبد الرسول. أهلا بيك يا فندم. اهلا بك يا حبيبي، اهلا وسهلا. نورت اسكندريه وطول عمرك منوره اسكندريه. ربنا يخليك، اسكندريه منوره باهلها. النهارده المهرجان في نسخته الأربعين محتاج رساله من قيمه وقامه وفنيه زي حضرتك ان انت توجهيها لكل المشاركين النهارده واللي اتكرموا من الفنانين الاسكندريه. والله انا بتمنى لهم دوام التالق ودوام الصحه ودوام العشره ودوام ودوام ودوام. بحبهم كلهم، أصحابي وحبايبي وعشرة عمري، وأتمنى إن اللي مزعلني يعني إن أنا اتعلمت في الإذاعة، زمايلي الإذاعيين هم اللي علموني، فمفيش أسماء إذاعيين بتتكرم، والناس دي راحت كده طي النسيان، الناس بتوع أرشيف المحاكم والناس اللي كانوا بيعملوا مسلسل، الدنيا راحت في حتة تانية دلوقتي، يعني خلاص ما بقاش في حد بيسمع إذاعة، والميزانيات بتاعت الإذاعة راحت، ما بقاش في ميزانية للمسلسلات، فبقوا بيعملوا مسلسل واحد في رمضان وحلقتين أرشيف محاكم جداد وحلقتين قدام، مفيش ميزانيات. أنا أتمنى أن شلة إذاعة اسكندرية، الأساتذة محسن عبد اللطيف، كريمان عطية، سيدة الرمح، نادية إبراهيم، نادية أمير، واشتغلوا معانا مسرح هم على فكرة، وفؤاد فهمي وفؤاد كل الناس دي، أتمنى إن هم يتكرموا. احنا شاهدنا أعمالك الفنية في الفترة السابقة كانت حاجات جميلة جدا تعبر عن فنانة مخضرمة اتأصلت في الفن فعلا، لها تاريخ ولها بصمة جميلة جدا. طيب زي ما حضرتك بتتكلمي تقولي انه الاذاعه، كنا بنستنى التلفزيون الاذاعه ونقلب من محطه الشرق الاوسط لمصر كده في رمضان ونسمع واحنا بنفطر، الايام دي كانت ايام جميله، طب ازاي نعود لها تاني؟ صعب صعب، ما هي الدنيا بتتطور اصلا. المستحيل ممكن يتحقق بعون ربنا. لا مش للدرجه دي طبعا. قوم متفائل الازم لازم شويه. لا يعني ما اقصدش، انما هو الدنيا بتتطور، انت تبقى بتضحك على نفسك لو قلت لا انا هقوي الاذاعه وهضخ فلوس في الاذاعه وخلي الاذاعيين لا انت تضخ فلوس في منصه والناس تسمعهم على النت، خلاص ما عادش في حد، لان احنا بقينا في عصر السماء المفتوحه والقريه الصغيره، بقى كل السوشيال ميديا حاجه جامد. ما هي الدنيا اختلفت، ما هو يعني النهارده انت مش هتقدر تقول انا هنزل اشد مش عارف مين تلغراف، مش هتقدر النهارده تنزل تقف في الكابينه عشان تتصل بدمنهور واستنى دورك يا فندي وكابينه رقم 3. الدنيا اتطورت، الناس اللي هي كانت بتقعد في كابينة موظفين راحت، مهن انقرضت، يعني في ساعاتي النهاردة نادر جدا لما تلاقي ساعاتي، فالدنيا بتتطور، فانت بتحلم حلم يعني الغول والعنقاء والخل الوفي، انت بتحلم بالثلاث مستحيلات دول، مستحيل. بس نقدر نقول الفن حاجة تانية، ساعات الواحد بتشوق كده يسمع حاجة من بتاعة زمان كده يحس ان النشوة والفرحة بترفرف جوه قلبه، يعني بيبقى فن زمان. ما انت عندك ارشيف طلع منه واتفرج زي ما انت عايز، خلاص انما مش هيرجع تاني. انت عايزين نكون مسيرين للواقع التطور اللي احنا عايشين فيه علشان نبدا ان احنا نتقدم. يعني بص هقول لحضرتك، انا بشتغل في القاهره وبحكم شغلي في القاهره في مخرجين هايلين جدا ومتطورين، شغالين 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 شغالين، وكل مره كل فيلم احلى من احلى واحلى. في مخرجين مش عاملين ابديت لدماغهم، عواجيز زي حالاتي، بس مش متابعين الحركة العالمية، فتلاقي عامل فيلم شبه ليالي الحلمية، ما ينفعش. النهاردة بقت في حاجات تانية خالص، فانت لازم تبقى واخد بالك وواعي للمرحلة، واعي انت بتعرض فين، يعني حاجات كتير. بس حضرتك لا انا يعني مختلف معاكي في نقطه، انا فنانه زي لا، ده احنا اتفرجنا على المسلسلات اللي كانت في رمضان واللي فات دي كلها، حاجه جميله يعني بتعبر عنك موائمه الحدث وموائمه العصر وموائمه الساعه اللي موجوده بفنك وادائك اللي هو المتطور. ما عشان ايه بقى؟ ما انا لسه كنت بقول لك انا مواكبه ليه؟ لان انا ما بعدتش عن الشباب،
وكل فترة كده بعمل ورش حكي، أعلم شباب تمثيل وحكي وحاجات كده. بس الحقيقة أنا مش بعلمهم، أنا بتعلم منهم، بعرف المصطلحات الجديدة اللي بيقولوها. يعني أنا مثلا ما كنتش أعرف المصطلحات بتاعتهم دي، ميديوكر اللي هو، أو مثلا اللي هو توكسيك، الحاجات اللي بيقعدوا يكتبوها على الفيسبوك. قعد أسألهم يعني إيه توكسيك، يعني إيه. فحاول أنا كمان بس بلهس، لأن أنا برضو دماغي على قد، يعني أنا في حاجات كتير بحاول بس مثلا في حاجات عمليات كتير على الموبايل ما بعرفش أعملها، بس بحاول أتعلم وبحاول أتشعبط وأحاول وأقعد مع أحفادي وأشوفهم بيفكروا إزاي، بيقولوا إيه، معاهم موبايلات، طب ايه الموبايلات، ايه لازمتها، طب ما ناخد منه الموبايل. بكتشف انه لا، لازم الموبايل عشان مامته تطمن عليه وهو في التدريب وهو في الدرس. هو يعني كلمات جميلة في يوم جميل، مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي من الفنانة عرفة عبد الرسول. بنشكرك وبنتمنى إن شاء الله إن المهرجان السنة الجاية يكون أفضل وأحسن، ويبقى فيه فنانين كتير جدا من إسكندرية منبع الفنانين. أشكرك جدا جدا جدا، وإن شاء الله يا رب إسكندرية عمارة بأهلها وبناسها، وطول عمرنا في وزارة الثقافة كنا احنا اللي بنشرف على مهرجان اسكندرية. واشتغلت فيه انا في سنة من السنين مع الاستاذ غنيم، كان مصطفى درويش وانا وابني كنا شغالين في المهرجان في افتتاح والختام. ربنا يوفق الجميع يا رب. شكرا جزيلا للفنانة عرفة عبد الرسول. تكريم اي شخص النهارده، تكريم لنا والاسكندريه كلها. ففي ناس كتير، مش كل الناس جناحها، معظم الناس جناحها. عندكم يعني نص عندكم مجال كبار جدا، لو راحوا القاهره هيبقى عندهم مصطفى نصي مثلا. انا سعيده وبتشرف موجوده النهارده وسط الأسرة السكندرية الرائعة، يعني كمان أشرف إن أنا أنتمي إلى هذه المدينة المتميزة ثقافياً على مستوى العالم. أعزائي المشاهدين، ونعاود اللقاء مع المعلق الرياضي خالد عبد الشفيع، نجل الفنان إبراهيم عبد الشفيع أحد قامات الفنية بالأسكندرية. أهلا بيك. ربنا يخليك، أنا سعيد إني بتسجل مع حضرتك. ربنا يخليك. سلام طيب. إحنا أسعد بيك. النهاردة في فعالياتنا في المهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الأربعين، وتكريم عدد كبير جدا من الفنانين السكندريين، القامات الكبيرة جدا والفنية اللي شاركت وكان لها بصمة فنية. ماذا تقول ل كل من شارك في هذا المهرجان؟ اولا انا اشكر القائمين على مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي في نسخته الحاليه في تكريم كل فناني الاسكندريه، وطبعا بالتخصيص طبعا تكريم والدي الفنان الراحل الكبير استاذ ابراهيم عبد الشفيع، المطرب والملحن ابراهيم عبد الشفيع، اللي انا بعتبره عاشق الاسكندريه، وكان في كتاب فعلا عنه اسمه عاشق الاسكندريه، لان الوالد كان بيعشق فعلا تراب الاسكندريه وغنى الاسكندريه. يمكن اهم الاغاني شلاه مرسي ابو العباس، مدد يا سيد العباري، الله يسونك يا بلدنا يا غالي وترابك غالي، اسكندريه ام الخف على البحر ابيض تفاحات الشبك، حل الدفة ولا بينا ملاح. يمكن اغاني معروفه جدا، اغنيه مشهوره جدا ترتبط بكل سكندري، ويمكن فرق كتيره بتغني هذه الاغنيه. فبالتالي والدي هو عاشق لمدينه اسكندريه، غنى الاسكندريه كتير ولحن الاسكندريه كتير، وهو غنى لقامات التلحين المصري والعربي زي الراحل الاستاذ محمود الشريف الله يرحمه، والراحل الكبير الاستاذ عبد العزيز محمود الله يرحمه،
والراحل الكبير استاذ جلال حرب واستاذ فؤاد حلمي استاذ محمد قبيل يمكن غنى لناس كثيره جدا بابا، وكمان هو لحن لكبار مطربين مطربات زي الفنانه راحله صباح، فنانه عايده شاعر، فنانه إيمان التوخي، الفنانة ليلى نظمي، الفنان أحمد عدوية، الفنان عمر فتحي، الفنان كريم محمود، الفنان محمد رشدي، الفنان محمد العزبي، محمد ثروت، يعني أمثلة كتيرة جدا بابا اللي عمل لها ألحان وألحان سمعها يمكن في الإذاعات وفي القنوات الخاصة أو في الأشرطة يعني. فالوالد الحمد لله أنا سعيد إن هو اتكرم النهارده في هذا المهرجان، مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي. وبعدين ليه اغنيه كمان اتاخدت تتر للمخرجه ساندرا نشأت، اغنيه شلال مرسول عباس كتتر لفيلم سينمائي الناجح حراميه في كي جي 2. فطبعا ده كان وسام على صدر والدي لما شاف ده، كان سعيد جدا جدا. ناس كتيره قالوا له انت المفروض تقاضي الناس اللي خدت حاجتك وعملوها تتر من غير ما يرجعوا لك، قال لهم لا ده انا عايز اشكر الناس اللي خدت اغنيتي عملوها تتر لفيلم سينمائي سيخلد على مر التاريخ. فانا بشكر حضرتك على هذا اللقاء الجميل طبعا. لا فعلا، وانا حينما كنت مدير القصر ثقافه الشاطبي اطلق اسم الفنان ابراهيم عبد الشفيع على القاعه المسرح اللي تحت اللي موجوده في قصر الشاطبي، ده تكريما لاعماله الفنيه العظيمه والمبدعه. متمنى لكل فنانين اسكندريه التوفيق، واحنا بنشكرك وبنشكر وبنقول ربنا دايما يجعلك يعني خلف صالح له مخلد اسمه وعمله وفنه، والتوفيق ليك ان شاء الله في كل اعمالك. بشكر حضرتك وقناتك الجميله اللي كلنا بنحبها، وسعيد بهذا اللقاء مع حضرتك، تحياتي. مشاهدينا الكرام، نعاود اللقاءات مع الشاعر جابر بسيوني، احد قامات وقيمه في المجال الادبي بالاسكندريه. اهلا بك يا فندم. اهلا بك استاذ محمود، واهلا بهذا المهرجان الكبير. النهارده واحنا في مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي في دورته الـ40، وشفنا قيمه وقامات كبيره جدا من الفنانين السينمائيين الاسكندريين اللي كان فيهم لهم بصمه فعلا في الحياه الفنيه والفكر الانساني المتطور. ماذا توجه رساله لكل هؤلاء الفنانين؟ مبروك، وبقول ان اعطاء كلمه طيبه لمن بذل جهدا في اي مكان انا اعتبره تقدير، وتقدير مستحق، فما بالك بالتكريم، وتكريم وسط حشد كبير جدا من المهتمين بالعمل الثقافي والفني في الاسكندريه، انا اعتبره شيء جميل، لان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وانا اعتقد ان الاجواء جميله، فيها نوع من الحب والتعارف واللقاء مره اخرى. يعني كم من شخصيه جميله اليوم التقيتها بعد سنوات من الغياب، واعتقد ان ذكر من اعطوا للاسكندريه في هذا اليوم وتكريمهم وبدايه في ضمن مهرجان الاسكندريه السينمائي في دورته الـ40، انا اعتقد انها بدايه طيبه، ارجو ان يستن بها في المرات القادمه. يعني المرات القادمه يبقى مجموعه اخرى من المكرمين، المجرى اللي بعديها مجموعه اخرى، لان ده هيشيع شيء من او يذيع شيء من حاله الحب، ويبقى عدوى الحب موجودة بيننا، يبقى بدل عدوى الحقد يبقى عدوى الحب تبقى موجودة بيننا. وأنا أعتبر أن كل إنسان كرم اليوم وهو تكريم لكل إنسان آخر لم يكرم ولكن أعطى. المصري لا يعرف المستحيل، هل نحن قادرين على أن احنا نتحدى المستحيل ونحقق كل ما قلته؟ ده فعلا أنت اللي عبرت في خط بارليف، انت اللي علمت العالم استراتيجيه عسكريه جديده، انت اللي علمت نظريات في ضخ المياه لهدم خط بارليف المنع الخطير. فانت لا مستحيل امام اي انسان مؤمن بالله، انسان مؤمن برسالته، انسان مصري اساسا، لان مصر هي ام الحضاره، اول حضاره على وجه الارض هي مصر. حتى الآن لم يكتشف أسرار الهندسة في بناء الأهرامات، ولم يكتشف أسرار التحنيط في الطب. مصر علمت العالم وتحتفظ بأسرار العلم في جوهرها حتى الآن. دي مصر أرض الطيبين واليدين الشغالين، مصر الأزهر والحسين والكنيسة والأدان. مصر مهما نقول ونوصف أغلى من الضيف علينا، واللي جرب غربة يعرف قد إيه غالية علينا. تحيا مصر الإنسانية والضمير والمفهومية، مصر شايلة المسؤولية واقفة تتحدى بثبات. شكرا استاذ محمود، جميل، يعني اوجزت فشملت، احييك، والحماس متحد بينا، ويبقى ان نتمنى الاسكندريه المزيد والمزيد والمزيد من الاضاءه والنجاح والازدهار.
بنشكر الشاعر الكبير جابر بسيوني عضو اتحاد الكتاب على هذه الكلمات الجميلة المؤثرة واللي لها وقع اللي بيلمس قلبنا، ونتمنى الإسكندرية وكل مصر كلها وكل أدباء مصر وفنانين مصر ومصر ترجع تاني تأخذ المكانة التي تستحقها مرة أخرى. كل الشكر والتقدير ليك. بالغ تقدير لحضرتك، شكرا. ويوم زي النهاردة هو يوم تكريم لي أنا، إن إحنا نسعد بحضورهم ونسعد بتكريمهم، لأنه فعلا يستحقوا أكتر من كده. فعلا زي ما قال كابتن علي، إسكندرية تستحق أكتر بكتير، وإن شاء الله السنة اللي جاية هتكون فعلا بالنسبه لما يخص المهرجان، مهرجان اسكندريه السنه ان شاء الله بعد الاستاذ امير اباظه ان شاء الله انها هتكون افضل بكثير ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، ونلتقي الآن مع الأستاذ محمد سماحي في المهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ40. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. النهاردة يوم جميل جدا عظيم، فرحة بتعم المكان كله، تكريم فنانين الإسكندرية المبدعين واللي لهم بصمة دايما في العمل الفني. ماذا الرسالة أو ما هي الرسالة التي توجهها إلى فنانين المكرمين في هذا اليوم؟ أولا هو فنانين إسكندرية دول أساتذة وأساتذة كبار وعمالقة طول عمرهم، طول عمر اسكندرية ولادة بأحسن وأفضل العناصر، ودايما يعني هي بتقدم كتير وتقدم كل إبداع وبتقدم كل حاجة كويسة. فده كانت حاجة يعني طبيعية جدا إن مهرجان زي مهرجان اسكندرية السينمائي الدولي يكرم مبدعين اسكندرية، يعني بدايه جميله في التعارف بينهم وبين بعض، وان شاء الله يعني السنين اللي جايه يكون في تكريمات اكتر وفي وضع افضل. يعني وصلنا للمستهدف من هذا المهرجان بنسبه كبيره جدا، وظهرت قدامنا بعض حاجات قلنا ان احنا ان شاء الله في المهرجان اللي جاي نبدا ان احنا نضيفها او نزودها ان شاء الله. يعني ان شاء الله احنا استهدفنا ان احنا نجيب كبار المبدعين اللي هم من اصل السكندري النهارده، والحمد لله كلهم لبوا الدعوه وكلهم مشرفونا. السنه الجايه هيبقى في مشاركه فعاله من شباب مبدعين اسكندريه في المهرجان، هيبقوا لهم يعني لهم تواجد في الجانب التنظيمي في المهرجان ان شاء الله، وهيكبر المهرجان لان هم كمان هم عناصر قويه وفعاله ان شاء الله. ان شاء الله، ودايما اسكندريه مبدعه بها الفن كله. بنتمنى ان شاء الله العام القادم المهرجان يكون افضل وافضل وافضل. كل الشكر والتقدير للاستاذ محمد سماحي، شكرا جزيلا. تسلم لي حبيبي. اعزائي المشاهدين، وفي ختام هذا المهرجان اليوم في الإسكندرية شاهدنا اليوم تكريم العديد من الفنانين السكندريين، كلهم قيمة وقامة فنية ساهموا في العمل السينمائي والعمل الفني بشكل جيد جدا وبشكل مؤثر، وكان لهم بصمات في هذا المجال. كل الفرحة وكل السرور زي ما احنا شايفين بتعم أرجاء المكان، الناس كلها مبسوطة فرحانة، الفنانين اللي كرموا في غاية الفرحة، وبيتمنوا إن شاء الله إن المهرجان السنة اللي جاية يكون أفضل وأحسن، ويتمنوا إنه يكون التنظيم على أعلى وأعلى مستوى دائما. لا يسعنا في الآخر اللي احنا بنقول لكم سلامات يا أهل بلدي، وتسلم مصر وأرض مصر. تاريخك الطويل على ضفاف النيل، حضارة مش دمار، دعيتي للسلام وكان أعظم سلام من موقع الانتصار الهرم.